فاضل، احكي لنا شوي طيب عن تجربتك، البدايات، بداية المشوار، كيف اكتشفت الموهبة؟ والله بداية المشوار يعني هي بالابتدائية، في تحديدا في الصف الرابع الابتدائي. يعني حبيت، كانت تصير عندنا احتفاليات يعني مدرسية، فالطلاب يقدمون فعاليات، يعني اللي يقدم قصيدة أو يقدم، يعني أنا سابق قبل أن هذا الوقت، يعني قبل الابتدائية هي عندي، لكن تحت أول مرة يعني غنيت قدام ناس وجمهور هو بالصف الابتدائي، قدمت أغنية كانت وطنية، أتذكر للوطن يعني. ونشأت بعدين يعني تعلمت العود، أبوي الله يرحمه هو اللي دعمني يعني بشراء للعود واحتضني، إلى أن يعني نمت الموهبة، وبعد ذلك دخلت أيضا معهد فنون جميلة ومشت الحياة يعني، ولازلنا نغني ونقدم للناس أغانينا. يعني كلامكم جميل جدا، ونحكي عن عالم الفن بشكل عام.